السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا صاحب بدري رايح المطعم بعمل فيه الترافو، فهروح هناك إن شاء الله أعمل لكم الفيديو، وفيه إن شاء الله أعمل لكم فيديو في المارشي سان ميشيل، أوريكم كده هناك هيبقى إيه. هنروح ونشوف إن شاء الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا بعمل لكم فيديو من المارشي بتاع سان ميشيل، فهنقل لكم كده يعني على قد ما اقدر كده تشوفوا المرشي. هنبدا بالهدوم بالملابس، يعني كل حاجه فيها اهي، الفانيلات الرجالي، الشرابات، كل حاجه يعني، والنظارات كمان هنا، كل حاجه في المرشي ده زي ما انت شايف كده، البوكسرات والحاجات دي، في حريمي، في رجالي، فيه ليونيت هنا اهو، النظارات هنا اهي برضو نفس الحكايه اهي زي ما انتم شايفين. يا رب نكون احنا بنثبت لكم على الصوره عشان ما حدش يقول الصوره بتجري او بترتعش او كده. فهي زي ما انتم شايفين كده اهو، ونخش كده على الحريم اهو، البلوزات الحريمي هنا اهي 10 اورو تقريبا، دي بخمسه، دي بخمسه تقريبا، خمسه ولا بعشرة، والجيب وكده دي بخمسه وفي بعشرة، وهنا عبيان برضو مغربي وجزائري ومصري، كل العبيان هنا اهي، العبيان هنا، وهنا الورق، الحاجات بقى اللي بتستخدم في السفره والحاجات دي، فروشات وكده، وهنا الحاجات بتاع المطابخ بريل، شوك، سكاكين، معالق، الحاجات اللي هي في التنظيف وكده زي ما انت شايفينها بالظبط كده اهو. وهنا العبيان اهي، العبيان بقى المغربي والجزائري والمصري، كل العبيان، كل الانواع موجوده قدامكم اهو. العبيان كل حاجه، كل يعني الحاجات دي سعرها رخيص لانها طبيعي، مش كالتي، مظبوط، حاجات عاديه يعني. هنا برضو حاجات مستعمله، في حاجات جديده، والتيشيرتات بتاع الاولاد، الملابس الرياضيه، فانيلات بالشورت، السبور، كل حاجه هنا زي ما انتم شايفينها بالظبط يعني. واو، تيشيرتات، ترنجات، ده 10 اورو، 10، كل حاجه ب10 هنا في المارشي، والحاجات الحريمي هنا، شباشب، كله 10، كله 10، الحاجات دي كلها 10، صندل، شبشب، اي حاجه ب10، مكتوبه هناك ال10 برضه، هناك 10 اورو اهو زي ما انتم شايفينها بالظبط، 10 اورو. المغرب ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لما دوموا السلعه. هو عنده السلع يعني؟ هو دوموا السلعه، خرجوا السي حسن، انا عنده خليك اليوم الدار، عندي ايش؟ قول لهم حصلت الكاتب كان سجنك حي. هنا اهو الاشراف. هذا الصابون. الصابون. الصابون اهو بتاع التنظيف. الحر. ايوه، ما كل حاجه بقى بتاع الغسيل بتاع كله ب 50، باين 50 سنتين الواحده. ليبيو بيو زي ما سانكو اورو، امال سانكو اورو، سانكو اورو، مش انا بحسب 50 سنتين لانه مش باينه هنا، مش سي بروفيسيونيل، حاجات نظيفه، حاجات نظيفه، هو مكتوب بيو، ما نعرفش هي بيو ولا ايه بصراحه. هنا الحريمه برضه، الجيب الحريمه اهي، الجو حر بصراحه، الجو حر، الواحد بيجيب ميه، وشراط البحر 5 اورو، والتيشيرتات رجالي برضه اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط، عشان ما حدش يقول، وبديكم الاسعار عشان في ناس اهالينا طلبوا مننا الاسعار، فالاسعار زي ما انتم شايفينها بالظبط كده اهي. ده 5 اورو، ده 5، دي حاجات البحر يعني. هنا حاجات التليفونات والاكسسوارات بتاع التليفون، هنا اكسسوارات التليفونات، السماعات،
السماعات الوصلات والكفر اب بقى الحاجات دي. هنا بقى الحريم اللي هو بتاع المكياج والحاجات دي اهو الروج والحاجات دي كلها انا ما افهمش فيها صحيح بس ده بوريها لكم يعني بديكم فكره عنها وخلاص. وهنا الاكسسوارات والشميزات هنا القمصان الرجالي والاكسسوارات الحريمي 5 اورو تقريبا 5 اورو برضه والساعات وكده كله 5 اورو اي حاجه 5 اورو هنا الساعه 5 اورو كل حاجه مكتوب اليافطه هنا 5 اورو اي حاجه 5 اورو 5 5 5 كل حاجه والحريم هنا برضه هاي حاجات الحريم وهنا هاي الاشراط البرمودات كل حاجه 25 بنطلون والملابس دي كده ده قسم الملابس وده يا عم بدر ده البسباس مغربي نوع يعني؟ من الخضر ليس مغربي ممكن في دول قليله ده اللي بيتحط في الكسكس مثلا انا بعرفه انا مغربي بعرفه عندنا في المغرب هذا عندنا في المغرب نقولوا له البسباس هو خضروات جميع البلدان فيها بيتحط في ايديه يعني في الطبخ ما تعرفش نو ياكلوا به نديروا به المرقه مثلا احنا نقولوا المرقه كسكس مثلا لا كسكس ما بيتحطش لا هذا بيتحطكم بحال سلطه يعني الخضار سلطه خضار احنا نقولوا بالنسبه لنا ماشي طاجين ما نديروش طاجين نديروا في سلطه طبق خضره يعني طبق خضره ودي الفواكه هاي الموز بورو و 40 سنتيم هاي اليافطه هاي عن اورو كارونت عن اورو كارونت وده المشمش 3 اورو 95 التين التين 3 اورو 95 الاثنين سعر واحد وده 2 ونص والخيار الخيار عن اورو كارونت اورو 90 اورو 90 والطماطم والبطيخ البطيخ اهو بكام بورو سايكونت الوحدة امبياس انا اورو سايكونت وادي وادي البدنجان وادي الفلفل اهو البطاطس البصل الجزر وادي الفراخ الدجاج المحمر الجاهز في المرشي اهو وادي المرشي كده زي ما احنا ماشيين والخضار بقى والحاجات دي دجاج حلال هنا اهو دجاج حلال هنا الخاص الخضره بقى فرع الخضره ده الخضار ده الحاجات بقى بتاع خضار المحشي والسلطه والحاجات دي الاسعار اهي زي ما انت شايف هنا بالظبط ايوه وده الخبز ده 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 زي السمبوسه بونجور بونجور ميسيو دي زي السمبوسه عندنا تقريبا انا ما اعرفش دي ايه دي دي سمبوسه باين هذه فيها هذا عجينه ومن الداخل ديالها يديروا فيها جبن وكل الانواع يعني اللي بيحب يعمل حاجه اللي بيعمل يعمل حاجه وقفوا ده هو يا جماعه بيعمل الحاجات دي فريش قدامكم على طول بيعملها فريش كده احنا في المرشية اهو احنا كنا نعمل لقاء مع واحد وبعدين لقيته اتزحم مره واحده لما دخلنا عليه وادي التوم اهو البصل الاحمر البصل بتاعنا اهو الاسعار اهي التوم ب 5 اورو و50 البصل الاحمر بورو 80 الاصفر بورو 20 هنا بيبيعوا دجاج برضه حلال اهو ليمون ب 2 اورو 85 البصل بطاطس خيار وادي الخضار اهو ده المرش يا جماعه زي ما انتم شايفينه كده بالظبط هم الانواع ده النعناع الانواع الانواع ايوه انواع وكلها الشاي وكده النعناع لا غير كنشوف واحد يبي الله يرحمه والجزر والجزر الجزر هناك اهو واهو البصل اهو نروح بقى نقعد نشرب قهوه بقى هذا المرشي جبت لكم الملابس والخضار
هو خفيف شويه النهارده، فهنروح نشرب قهوه بقى كده. المرشد زي ما انتوا شفتوه كده يا جماعه كله، هو خفيف النهارده، يمكن انا جيت متاخر شويه، بس هو كده اللبس بالاكل بالخضره بكله، والناس قاعده ورايقه والجو حار جدا النهارده. فكده اذا عجبكم الفيديو يا رب الاول يكون ربنا وفقنا كده وقدرت اعمله لكم زي يعني حاجه تليق بيكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناه، وربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله. سلام عليكم.